نعم، يعني عمليات قصف مدفعي منذ ساعات صباح هذا اليوم يتركز في المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح، لكن هذه المرة يأتي تزامنا مع عملية توغل وتقدم للدبابات الإسرائيلية من جديد في المنطقة الشرقية لجوز أبو حمام ما بين هلالين. هذه المنطقة تقع إلى الشرق من مدينة دير البلح، تقدمت بها الدبابات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى وتشرع الجرافات بعملية تجريف للمنازل التي جرفت وقصفت مسبقا، وتقوم أيضا بعمل ورفع للسواتر الترابية مع إطلاق نار تقوم بها الدبابات الإسرائيلية والأبراج العسكرية شرق مدينة دير البلح. هذه المنطقة تحديدا تشهد منذ تقريبا أقل من شهر عملية إطلاق نار وقصف مدفعي وعمليات توغل وتقدم للدبابات بشكل متقطع، وتستمر عمليات الاشتباكات في تلك المنطقة في محاولة من قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني حسب ما هو يعني معروف توسيع للمنطقة التي تتواجد بها الدبابات الإسرائيلية، وأن تتمركز هذه الدبابات في مناطق قريبة جدا من أماكن يتواجد بها النازحين، لا سيما في المناطق الشرقية لمنطقة أبراج القسطل ومنطقة أبو ميري، وهي منطقة ذات كثافة سكانية في هذه الأيام وفي هذه الأوقات مع اشتداد عملية النزوح الأخيرة من محافظة رفح باتجاه مدينة دير البلح. المناطق الشمالية لدير البلح شرق البريج والمغازي وأيضا منطقة جحر الديك تشهد منذ أمس عملية قصف مدفعي متواصل وعمليات أيضا إطلاق نار تقوم بها الدبابات الإسرائيلية، لكن المحور الغربي والواجهة الغربية لوسط القطاع دخلت الزوارق الحربية كذلك تقوم بإطلاق النار والقذائف الصوتية باتجاه المناطق الشرقية لمدينة يعني الزهراء والمناطق أيضا الشرقية الغربية عفوا لمنطقة الزوايدة والنصيرات. قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأمس ما بعد ساعات العصر تقدمت الدبابات الإسرائيلية من محور نيت سليم وقد وصلت لمنطقة أبراج الأسرى على شارع الرشيد. هذه المنطقة الواقعة جغرافيا ما بين جسر النصيرات وادي غزة وما بين منطقة مفترق نيت سليم هي منطقة عسكرية تقوم بها الدبابات الإسرائيلية بعملية تقدم وتراجع في بعض الأحيان، إلا أنه بالأمس تحديدا تقدمت هذه الدبابات الإسرائيلية وباشرت بعملية إطلاق نار وقصف مدفعي متواصل حتى وصل عدد من المصابين الذين يتواجدوا بإحدى الشاليهات السياحية وهي أماكن سياحية في تلك المنطقة ويتواجد بها النازحين، وصلت عدة إصابات أيضا لمركز العودة الطبي فيما انتشلت طواقم الطبية الشهيد أيضا بعد أن تم تسليمهم من قبل منظمة الأوتشا لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني وهو مجهول الهوية حتى هذه اللحظات بعد أن تم إطلاق النار عليه وإعدامه بدم بارد. لاحظنا بأن هذا الشهيد قد تعرض لطلقة نارية بالرأس وهذا يوحي بأن الاحتلال الإسرائيلي قام بإعدام هذا الشاب عن مسافة بعيدة وقد وصل جثة هامدة بل بدأت عليها يعني التحلل وقد نقل هنا لمستشفى شهداء الأقصى. أما في مناطق الوسط بشكل عام منذ أمس وصل 2 من الشهداء بسبب عمليات القصف الإسرائيلي وعمليات يعني التقدم وإطلاق النار الذي تقوم بها الدبابات الإسرائيلية في محاور عدة هنا وسط القطاع.